والله العظيم بدبك بنقعك. بس حبيت اشارك، ما عندي سالفه يعني. على راسي اخوي حميد يقول منور اخوي يحيى الله يحفظك. صراحه من جلست معك يا اخر مره في عبري صراحه كاني اعرفك من زمان، انسان متواضع عند الجميع انت والاسباني. على راسي حميد والله، يلا جاتني والله ايش. الله يحفظك، تلخبط اخر كلمه، الله يحفظك. المهم شباب الحين بروح صحار، جاتني دعوة لتغطية مكان في فلج القبائل، جلسة فيها أسر منتجة يبيعون مطاعم، جلسة حلوة، فخلوكم تابعين التغطية إن شاء الله. جايينكم أهل صحار في ولاية لوا. بصراحة عجبني مكان هني على الشارع العام، وانت طالع من شناص رايح صحار، مكان حلو. أول بداية هذا موقع للأسر المنتجة، يعني شغل مرتب هني. شوفوا كله كركات، كله كركات، ما أعرف صح كركات، يعني كافيهات مطاعم على الشارع العام. جميل يا أخي، جميل والله، شد انتباهي على الشارع العام وقلت لازم أجي أصور. إنزين هذا الكركات هني، وهناك منطقة للأسر المنتجة. إنزين هذه اللي مسوينا بلدية لوا. شوفوا خلونا نروح هناك صوب المكان الأسر المنتجة. اليوم بنتعشى معهم مأكولات. ها جهز عشاننا، يلا اليوم بنجرب عشاكم. الله يسعدكم. يلا نحن هنا موجودين. ها هذا البيتزا، الله 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 الله. في باب للمأكولات الشامية مع هذيل الشباب الحلوين اللي موجودين معهم. موقعكم بس الوحيد هنا لا؟ بس في الصحار. حلو جميل جدا وشيف، وعندكم زحمة. الله يعطيك الصحة والعافية، مشكور حبيبي، جزاكم الله خير، مشكورين مشكورين، الله يخليك حبيبي، شكرا. طبعا حتى المشاوي موجودة معهم، مشاوي مشكلة، وعندهم الشاورما والفلافل بأمانة بدون مجاملة، وأيضا حتى هذا البيتزا بصراحة يعني لذيذة جدا، خفيف هي والله. ولدرجة أن أصورك عادي؟ عادي. طبعا صاحب المطعم، ما تعرفنا عليك اسمك؟ ونا طبعا جيوك ناس من صحار قالوا لك تفتح فرع في صحار صح؟ نعم ما شاء الله. وهذا فرعك الاولي اللي طبعا هذا، واللي حلو انه بروحك الديره، يعني انت وعندك شاميين الديره هنا. بس انا اقول لك ناجح، الله يوفقك، الاكل كلها 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 لذيذه بصراحه، ونشوفك ان شاء الله في العلالي، ونشوفك كل الفروع ان شاء الله. الله يوفقك يا رب. وهذا المكان مره عند دوار لواء، مره هناك دوار لواء او في هذا المكان او هذا اللاين، ها كله حلو، والشباب شغالين شاميين طيبين حبوبي.